في السودان، أفاد مراسل الحدث بأن الجيش السوداني نفذ عمليات نوعية غربية أم درمان استهدفت تجمعات للدعم السريع في منطقتي غرب الحارات وأم بدة، مشيرا كذلك إلى أن طيران الجيش والمدفعية نفذ ضربات على مواقع مختلفة للدعم السريع في كل من مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري. ونقل مراسل الحدث عن مصادر ميدانية أن الجيش السوداني شن هجوما بالمدفعية مسنودا بالطيران الحربي على مواقع الدعم السريع في منطقة جبل مويا بولاية سنار جنوب شرق البلاد. أما في غرب السودان فقد علمت الحدث أن الدعم السريع استهدف عبر قصف مدفعي عشوائي أحياء سكنية في وسط وغرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. سياسيا، رحبت الخارجية السودانية باعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية نهاية الشهر المقبل. بيان الخارجية السودانية نوه لضرورة ضمان مشاركة الأغلبية التي ارتكبت بحقها انتهاكات في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على رفض مشاركة من وصفتهم برعاة الدعم السريع ودول الجوار. وذكر البيان أن الحكومة ترفض مشاركة الاتحاد الإفريقي والإيجاد في المؤتمر قبل أن يتم اتخاذ خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيجاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان وفق البيان. في السياق، قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة بعد لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الأمم المتحدة تهدف لإعادة إطلاق الحوار السوداني، محذرا في الوقت ذاته من انزلاق الأوضاع في البلاد إلى ما هو أسوأ خاصة في مدينة الفاشر. بيانات عديدة صدرت عن مجلس الأمن الأممي وعن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة حول الفاشر، ونتمنى ونشتغل جاهدين للتفادي أي انزلاق نحو كارثة إنسانية لا يحمد عقباها ولا نتمنى أن تتم، بحيث نحن حريصين مثل غيرنا على أرواح المواطنين الأبرياء. كما بطبيعة الحال اقتنمنا هذه الفرصة للتحدث حول المشاورات الجارية من أجل استئناف مسارات المفاوضات، ونحن كأمم متحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن تجمع للمفاوضات شروط النجاح. الخروج من النفق المظلم الذي دخله السودان منذ أكثر من عام، هذا ما يتمناه السودانيون قريبا، ومنبر جدة يمثل بارقة أمل لتحقيق هذا المسعى. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرسل دعوة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للحضور إلى جدة من أجل استئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع. بلينكن وفي مكالمة هاتفية مع البرهان شدد على ضرورة إيقاف الحرب في البلاد وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لكن يبدو أن لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار رأي آخر بعدما خرج بتصريحات أكد خلالها أن البرهان لن يتجه إلى جدة، منتقدا الطريقة التي طلب بها بلينكن من البرهان المشاركة في منبر جدة. موازاة ذلك، أكد عقار أن القوات المسلحة هي القوة الوحيدة المؤهلة لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، مشددا أن الأولوية حاليا هي لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار قبل التوجه نحو أي حوار سوداني. أنا سمعت شايف في الميديا بلينكن قال أنه واتصل على السيد الرئيس أنه يمشوا جدة، بس كده اتصل عليه وقوم امشي جدة. يعني ولدك حتى في البيت لو دارت ترسل السوق بتقول لها ولدي ممكن تمشي السوق؟ ده استحقار واستخفاف، ما في زول بيقبله. وبعدين قال الدولة السودانية موافقة، لا لا نحن ما وافقنا. اسمعوا مني، أنا الرجل الثاني في الدولة دي، ما وافقنا وما أنا وافق. مش لأننا ما بين السلام، لكن السلام ده لا بد أن يكون له مرتكزات.
نفتح النقاش مع ضيوفي من واشنطن، كاميرون هيتسون مستشار شؤون الإفريقية في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية من باريس، المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط، من الرياض الكاتب الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد فتح الرحمن، يعني بعد هذا الاتصال الهاتفي لم يرد في بيان مجلس السيادة أي موقف واضح، وبالتالي بماذا يفسر هذا الرفض والاستهجان من قبل ملك عقار؟ طيب، السلام عليكم، والتحية لك والتحية لضيوفك الكرام، والتحية للمشاهدين الأعزاء. طبعا للأسف الشديد يعني شكل الدعوة وشكل الاتصال فيه كثير من الفوقية، ويحتوي في طياته الازدواجية المعروفة في العمل السياسي الأمريكي. يعني للأسف الشديد هو يتعاملون بالجزر والعصا في وقتنا الآن، يرزح الشعب السوداني بأكمله تحت نير الرصاص والقتل والتشريد والاغتصاب والنزوح المستمر. ظروف قاهرة، ظروف صعبة. الشعب السوداني الآن تحول بأكمله إلى مقاومة شعبية، لأنه لم يجد غير الجيش من يحاول أن يسانده في هذه الحالة. والجيش هو الآن الحكومة الواقع، ورئيسها هو رئيس الحكومة، وبالتالي مخاطبته يجب أن يكون فيها لباقة، فيها حكمة، فيها شيء من الدبلوماسية، وفيها شيء من الندية. يعني هو وزير خارجية وليس رئيس دولة، وبالتالي عندما يخاطب رئيس عليها سيد يعني فتح الرحمن، حتى نفهم ويفهم المشاهدون، ما الذي أزعج الجانب السوداني ومجلس السيادة في طلب بلينكن؟ طبعا الطلب لأنه جاء بعد تلكو أمريكي طويل. يعني هو الأمريكان ينظرون إلى السودان الآن بشكل فيه نوع من الدنيا، لأنه الآن نحن عندما نتحدث عن حكومة يقع على عاتقها حماية الشعب، وهو جيش وطني تقاتله قوات مرتزقة تدعمها دول معروفة، وأمريكا نفسها تعلم ذلك. إذا كان هناك جدية أمريكية، عليها أن توقف أول حاجة هذا المد والدعم، وهي تعلم من الذي يدعمه. هناك دولة عربية، هناك دول إفريقية، هناك رؤساء دول، هناك ناشطون يعلمون ذلك جيدا. إذا أرادوا أن تكون هناك دعوة جادة، يجب عليهم أولا أن يوفروا مستحقات هذه الدعوة، من بينها أن يوقفوا هذا الدعم وهذا الضخ الذي وجه إلى صدور المواطنين. طيب، والذين تحولوا الآن إلى مقاومة شعبية. ننقل هذه الرؤية لضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن، سيد كاميرون. ضيفي من الرياض يقول، سيد فتح الله يقول، بأن الطلب الأمريكي أصلا جاء يحمل نوع من الدونية، ولماذا هذا التلكؤ، ولماذا أيضا بعد أكثر من سنة من الحرب المشتعلة يأتي بطلب مماثل الجانب الأمريكي عوض أن يدعم مساعي وقف هذه الحرب؟ أتفق مع هذا التقييم، وأنه قد فات الأوان، فات القطار. في المرة الأخيرة التي اتصل فيها الوزير بلينكن كان ذلك قبل عام وأسبوع. ما الذي فعلته واشنطن خلال السنة الماضية؟ من منظوري الجيش السوداني فإنهم كانوا ينظرون إلى أن واشنطن لم تفعل أي شيء لوقف تدفق السلاح إلى قوات الدعم السريع، ولم تستخدم نفوذها مع دولة الإمارات، ولم تستخدم نفوذها مع تشاد وفرنسا من أجل وقف تدفق السلاح، بل قالت بصورة أساسية بأن قوات الدعم السريع حالها حال الجيش الرسمي، وهذا ضرب من الجنون.
لأن قوات الدعم السريع هي عبارة عن ميليشيا تقوم بارتكاب إبادة جماعية، لا يوجد لها أي هيكل أو كيان عسكري صحيح. ولكن الولايات المتحدة تنظر إلى هاتين القوتين بأنهما متساويتين وهما مسؤولتين عن الحرب التي تدور رحاها في السودان. ليس من غير المعقول للجنوب أن يتساءل لماذا عليهم أن يتوجهوا إلى محادثات سلم جديدة يتم تنظيمها من قبل الولايات المتحدة، وخاصة أنهم عندما توجهوا إلى الأخيرة قبل العام وما تم الاتفاق عليه لم ينفذ البتة. وقالت قوات الدعم السريع بأنها سوف تفعل ما اتفق عليه، لكنها لم تبذل أي محاولات لتنفيذ ذلك. علينا أن نسأل ما هو الذي سوف يكون مختلفا هذه المرة، فقط لأن الوزير بلينكين الذي كان مفقودا خلال السنة الماضية يقوم بمسك سماعة الهاتف ويطلب دعوتهم، هذا سوف يدفع إلى شكوكية كبيرة حول تلك الدعوة. طيب سيد محمد الأصباط، هل ترى أيضا حضرتك بأن الولايات المتحدة الأمريكية أتت متأخرة وبأنه لا جدوى لهذه الدعوة في ظل أنها لا تدعم مساعي وقف الحرب الدائرة، أم أنه لا لديك رؤية مغايرة ممكن لهذه الدعوة أن تلقى صدى وبأن ربما موقف الجيش منها ليس مبررا؟ مع كل أسف الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي بيتعامل مع الحرب الدائرة في السودان كحرب منسية، وأدوارهم لإيقاف هذه الحرب يعني أدوار متواضعة جدا، ولا تسعين في إيقاف الحرب ولن تسعين في إيقاف الحرب. هنالك للولايات المتحدة الأمريكية أوراق ضغط حقيقية على الدول، معروف من الذي يدعم الدعم السريع ويموله، معروف من الذي يدعم الجيش ويموله. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في إيقاف الحرب يمكن أن تمارس ضغوط على هذه الدول، وفي أقل من أسبوع يمكن أن يتم تجفيف المنابع التي تدعم طرفي الحرب، ويضطر الطرفين إلى الانتقال إلى طاولة التفاوض. ولكن مع كل أسف الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك إرادة حقيقية لإيقاف الحرب في السودان، وليس لديها خطة. حتى المبعوث الأمريكي عندما يعني بدأ جولاته في المنطقة وزار القاهرة وأديس أبابا، وعندما أتى إلى مؤتمر باريس في أبريل الماضي جلسنا معه وسألناه، واتضح أن الرجل لا يمتلك خطة. عندما جلسنا نستمع إليه كان يحكي لنا ما نعرفه أصلا بأن الحرب أدت إلى مزيد من الضحايا وتسببت في المجاعة وتسببت في التشريد، يعني غالا ما هو معلوم بالضرورة، وبالتالي الرجل لا يمتلك خطة واضحة. نعم. لكيفية سنسأل عن الرؤية الأمريكية ضيفي من واشنطن، ولكن سيد محمد يعني قبل أن أذهب إلى ضيفي فتح الرحمن، ما المبادرة التي يمكن أن تراها أقرب للتطبيق لحلحلة نقاط ما لتحريك الركود في ملف وقف الحرب، إن كانت المبادرة أو الدعوة الأمريكية مرفوضة، المؤتمر الذي تمت الدعوة إليه في القاهرة أيضا مشروط تنسيقية تقدم وتحركات مع المجتمع المدني أيضا مرفوضة، وبالتالي ما المبادرة الأقرب إلى التحقيق، أم أنه الحسم في الميدان العسكري؟ المبادرة الأكثر واقعية لحلحلة المشكلة السودانية للحرب القائمة الآن هي العودة إلى منبر جدة. منبر جدة وضع الخطوات الابتدائية لخارطة الطريق تسهم في نهاية المطاف، تفضي في نهاية المطاف إلى إيقاف الأعمال الحربية وتوفير ملاذات آمنة وممرات آمنة لإيصال المواد الإغاثية. هي يمكن أن تكون منطلق للوصول إلى حل. لكن يبدو أن منبر جدة الآن حسب ما جاء على لسان عقار هو مرفوض الآن، لأنه أتى من دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، أم ما الذي كان يقصده؟ طيب نعم أسمعك الآن. نعم. طيب سيد محمد، قلت بأنه يجب العودة إلى منبر جدة، ولكن ما كنا نتحدث عنه اليوم هو عقار يقول بأنه لن نعود إلى منبر جدة، هل يقصد هنا فقط لأنه أتت من الجانب الأمريكي الدعوة أم مرفوض بتاتا؟ لا، أنا يعني
حديث عقار هو جزء من المزايدة. وحتى عندما تحدث قال سمعت من وسائل الإعلام من الميديا أن بلينكين اتصل بقائد الجيش. يعني عقار ليس يعني ليس صاحب قرار كما هو معلوم بالضرورة. الرجل ملحق طيب. بالسلطة التنفيذية. أرجو أن تبقى معي. أعود إلى ضيفي سيد فتح الرحمن. هل ما كان يقصده عقار هنا هو رفض لأنه الدعوة أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، رفض بشروط ما للامتثال إلى منبر جدة، أم كما قال ضيفي هو جزء من المزايدة وبالتالي لا يعبر عن الموقف الموحد لمجلس السيادة؟ لا طبعا أخونا محمد الأصباط يعني قليلا هو يعني جانب الصواب قليلا. نعم يعني هو النائب الثاني في قيادة مجلس السيادة وهو يعلم تفاصيل المهاتفة، وعندما تحدث عن الميديا تحدث عن ما قاله الناس في الميديا. يعني هو تحدث، هو يفند ما قاله الناس في الميديا بما غرد به البعض على افتراضات يعني غير صحيحة. هو حاول أن يرد عليهم، ولكن في الأساس هو يعلم يعني حيثيات المهاتفة. ولكن اعتراضه هو ليس على منبر جدة. منبر جدة يظل هو منبر أساسي. مع أنه البيان الرسمي الذي صدر من البرهان لم يكن يحمل أي رفض. نعم هو طبعا البرهان يعني لازم يتعامل بشكل دبلوماسي، وهذا شيء يحمد له أيضا، هو يعني لا غبار عليه، ولكن لابد أن تكون هناك أصوات أخرى تتحدث بشكل يعني يكمل الحقيقة، وهذه يعني منهجية سياسية متبعة في كثير من الدول. نأتي نتحدث عن يعني رأي مالك عقار، ولا يرفض منبر جدة، ولكن يرفض الطريقة التي قدم بها. نعم هذا ما كنا نريد توضيحه. بلينكين هذه الدعوة. نعم هو رفض هذه الطريقة، ولكن في نفس الوقت محق في أن لابد من أن تسبق يعني مفاوضات جدة مستحقات ومرتكزات من أولها. طيب ماذا عن المؤتمر؟ قدرة على الضخ والدعم الذي تمارسه دولة عربية. نعم. في حق طيب. يعني لدعم الدعم السريع يعني لوجستيا عسكريا ماديا غذائيا. نعم. ماذا عن حظوظ مؤتمر القاهرة ولماذا وضعت هذه الشروط من قبل مجلس السيادة؟ هو لم يرفض الفكرة ولكن وضع شروط عديدة من بينها الإيجاد، وأيضا ربما كان هناك إشارة ل يعني هو قال مشاركة قوى مدنية داعمة لطرف ما، وبالتالي هل يعني بأن هذا المؤتمر أجهض حتى قبل تحقيقه؟ لا هو يعني محق في هذه الدعوة، البيان الخارجية محق في هذه الدعوة، الدعوة لمؤتمر جامع يعني أطياف العمل السياسي السوداني لا غبار عليه، ولكن يجب أن يكون هو فعلا شامل، وفي نفس الوقت لابد أن يخلو من الجراثيم السياسية التي أدت إلى تآكل الجسد السياسي السوداني، وتلك التي حاولت أن تلعب دور طيب سيد فتح الرحمن سريعا قبل أن والحاضر للدعم السريع الذي ينهك نعم. البلاد وينهك طيب. العباد يقتل سيد فتح الرحمن ويفعل الأفعيل. قبل أن أذهب إلى ضيفي من واشنطن أعتذر منه تأخرت عليه، ولكن سيد فتح الرحمن من كان يقصد المجلس السيادة هنا بالقوى المدنية التي تدعم الدعم السريع؟ بلا شك هي تقدم التي هي نسخة متحورة من قوى الحرية والتغيير قح. طيب. لأنهم هم الذين كانت الحاضنة السياسية للدعم السريع، وسأعود إليك. هم المؤتمر الأخير الذي تحدث فيه أحد ممثلي المزارعين، سأعود إليك. يتحدث عن انتهاكات الدعم السريع قاموا عليه بأصوات تكاد يعني تطيح به أرضا. سيد كاميرون. ضيفي يعني أجمعا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك رؤية واضحة للحل في السودان، وهذا ما ربما لمسوه من المبعوث الأمريكي إلى السودان، وبالتالي
إن كانت لا تملك رؤية، لماذا هذه الدعوة الآن؟ وهل نتوقع ربما لبنات أساسية يمكن أن يرتكز عليها أي حل سوداني إذا جاءت إدارة جديدة؟ أعتقد أنك محقة، فواشنطن لا يوجد لديها أي استراتيجية، لكن من أحد الأسباب لعدم امتلاكها لرؤية أو استراتيجية لأنها لا تمتلك شريكا في ظروف سلمية. إذا ما نظرنا إلى كافة الأطراف في السودان، وكما أسلفت في حديثي، فهم قد رفضوا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كشركاء لصنع السلام لأنهما مسؤولين عن الحرب. واشنطن أمضت قدرا طويلا من الوقت في التحدث مع القادة المدنيين من خلال اللجان المختلفة وبعض الناشطين السودانيين، لكن ما من طرف منهم بمقدوره أن يعمل على وقف إطلاق النار أو يخلق الظروف المؤاتية للسلم. لعلهم قد يشارك في الحكومة المستقبلية في مرحلة ما، لكن معظم هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى المصداقية أو إلى الشرعية في عيون الشعب السوداني. لذا واشنطن لا تمتلك شريكا حقيقيا، وقد اختارت أن لا يكون لديها شريكا. لذا في ظل غياب هذا الشريك، فإنها سوف تواجه أوقاتا عصيبة في تطوير استراتيجية من أجل البلاد، وهذا في نهاية الأمر يمثل المشكلة، إذ أنها لا تستطيع أن تعثر على الطريق المناسب في ظل عدم وجود شريك التي يمكن النظر إليه على أنه شريك موثوق وشرعي. طيب سيد محمد، مؤتمر مصري مشروط هكذا قال مجلس السيادة، اشترط عدم حضور إيجاد حتى تغير من مواقفها، أيضا مثل ما قال ضيفي التقدم، وهي التي تقول بأنها يعني لا تدعم أي طرف ما، وإنما هي مع وقف الحرب. هل برأيك هذا المؤتمر ربما لن يأتي بأي نتائج، وبالتالي الحسم العسكري هو سيد الكلمة في هذه الحرب القائمة؟ وطبعا دعوة الخارجية المصرية لمؤتمر جامع للسودانيين تعتبر خطوة واسعة ومهمة جدا. إذا كانت القيادة المصرية تمتلك إرادة ولديها تصور واضح لحل حل هذه المشكلة، مصر بلد مفتاحي فيما يتعلق بالأمر السوداني، فإذا كانت حضرت بشكل جيد وعدت خطة واضحة وخارطة الطريق واضحة، يمكن أن يشكل هذا المؤتمر اختراق مهم جدا في مسألة الحرب والسلام في السودان. طبعا الحديث الذي صدر عن الخارجية السودانية هو حديث أيضا يقع في إطار المزايدة بين الأجهزة التي تحكم السودان الآن، مجلس السيادة والخارجية وأعضاء مجلس السيادة وقادة الجيش وداعمي الجيش من جهة، والذين كل واحد فيهم يزايد على الآخر. لا يعني ليس من حق مصر أن تدعو الاتحاد الأفريقي، وهو الجهة يعني المنظمة الإقليمية المعترف بها دوليا المسؤولة أمام المجلس الدولي، وحتى كل القضايا التي تتعلق بقضايا السلم والأمن في الغارة يسأل عنها مجلس الأمن والسلم الأفريقي أمام مجلس الأمن الدولي. منظمة إيجاد أيضا منظمة مهمة ولعبت أدوار مهمة في السنوات الأخيرة من أجل وحققت اختراقات حقيقية، وبالتالي طيب. وجودها أختم مهم. مع ضيفي سيد نعم أختم مع ضيفي من القاهرة سيد فتح الرحمن. التقدم أو تنسيقية التقدم إن كانت مرفوضة أيضا في أي حوار جامع للسودانيين، ما البدائل لدى مجلس السيادة لأن يجمع مجتمع مدني بأطيافه المختلفة والكبيرة، مع العلم أن تقدم أجرت هذا المؤتمر بحضور أكثر من 600 شخصية مدنية؟ بعجالة لو سمحت لي. طيب يعني نحن نتحدث عن أن هناك قوة سياسية سودانية يعني واسعة وعريضة،
وليس التقدم هي التي يمكن أن نتحدث عنها هي التي تمثل الآن القوة. والتقدم الآن هي تمثل شريحة معينة حاضنة معروفة للدعم السريع، وسقطت في امتحان الوطنية، وبالتالي خرجت من قلوب السودانيين. الشعب السوداني الآن صراحة يكره حتى لفظ تقدم ويسميها تغزم، وهذه معلومة لابد من معرفتها. ولكن هناك سياسيون وهناك نشطاء وهناك يعني هناك بعض الأحزاب وبعض الأفراد أشكرك. بعض الأحزاب حتى التي تنضوي لهذه القحطات يعني أيضا هم وطنيون ومستعدون أن يقفوا إلى جانب الشعب السوداني ويحاولوا أن يؤازروا الجيش لحماية الأرض والعرض ويحاولوا أن يصلوا إلى حلول ويعني ممكنة ومقبولة. من الرياض كنت معنا الكاتب الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. أشكر أيضا ضيفي من باريس المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من واشنطن كاميرون هاتسون مستشار الشؤون الأفريقية في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية.